معالي سعادة أمين عام مساعد الجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة على المستوى المندوبين والتجاوب السريع معها. إن عقد اجتماعنا اليوم يعكس الاهتمام والقلق البالغين للدول الأعضاء بخطورة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والعربي منه، ونرى بأن هناك حاجة ماسة لتبادل الآراء وتنسيق المواقف من هذه الأزمة الخطيرة وبلورة موقف عربي موحد يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتسوية النزاع بالطرق السلمية. لقد أكدت دولة الكويت ومنذ اندلاع الأزمة موقفها المبدئي والثابت وتمسكها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في حل النزاعات بين الدول، مشددة على أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في الميثاق والتي تنظم العلاقات بين الدول القائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية. كما أكدت دولة الكويت على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الساعية إلى احتواء هذه الأزمة والعودة إلى الحوار لإيجاد حل سلمي يرتكز على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية والتي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202، علاوة على أهمية ضمان تأمين سلامة المدنيين. إننا مدعوون اليوم أن نعكس للعالم موقفاً موحداً يعكس احترامنا للمواثيق والقوانين الدولية، ويؤكد رفضنا التام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، ويجسد احترامنا لسيادة الدول واستقلالها لتتسق في ذلك مع مواقفنا ومبادئنا الثابتة من مختلف القضايا والنزاعات في مختلف مناطق العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.